السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم خير ونور وسرور، صباحكم بركة من رب الغفور، صباحكم الصباحي والود والملاحي، صباحكم صباحين، صباح من يد خلا وياب لما عجين، صباح النور والسرور والفرح، صباح قل الكدر وصباح الرزق وصباح كل شيء يسعد البني آدم ويسعد الإنسان. يا الله يصبحكم به إن شاء الله، يصبح كل إنسان ساير شغله ومجتهد، ويرزقكم إن شاء الله كل ما تتمنون. صباحكم خير يا إيراننا الطيبين، صباحكم خير يا ليوات، صباحكم خير يا جليلين المغثة، صباحكم خير يا الأكرام، صباحكم خير يا اللي ما ينسخن الملة جسمتو بيننا وبينكم، كلكم الكلمكم والجميع. نعم يمكن 30 بيت من شرق ومن غرب ومن وين دور مدار بيوتنا، ما شاء الله عليهم، والله ونعم الجيرة ونعم الصداقة، والله وقل المغثة والهدوء والكرم والصخاء والييرة الطيبة. يا حافظ اللي على ييران ما خيرهم، ناس طيبين ويباد واصلين في السراء والضراء، يا حافظ اللي على هذيرة يا الله يا رب، يلي أمر لي بهالأرض وتنقاها لي وقال لي نعم، اني قلت له ما بها البقعة موحشة شكلها أول ما أعطوني إياها، بقعة صبخة ما فيها إلا أنا، وين بتحطني وين بتحطني؟ قال لي أقول لك خذ البقعة هذه، هاي بقعة رب العالمين حاط لك إيران، ما حد شرات في الدنيا العود يا أبو محمد، يعله الجنة يعله الجنة سلطان بن حيي، يعني الله يغفر له. والله أنه قال لي ما بتندم، جماعتكم وصدقانكم ناس طيبين، أنت ما تعرف حين منو اللي عدالك، لكن نحن نقول لك خذ الدهني بتياورك ناسا شراتي رتب الأول في مدينة زايد، يوم أنت الأول في مدينة زايد عندنا شرات لي رهايج، وشهد أنه هو صار في درب وأنا بلحقه، يعله الجنة يعلك الجنة يا سلطان بن حيي. قال لي وقع واستلم الأرض بتيوزلك، وشهد أني استلمته وبنيته عقب 10 سنين، الحمد لله رب العالمين، سبحانك يا رب. شوف الأوليين كيف له نظرة ثاقبة، قال لي بتلقط إيران تحلف بروسهم، وشهد أنه ما قالها الرمس اللي ما بعده، يعلك الجنة يا سلطان بن حيي، يعلك الجنة يعلك الجنة ونعيمها أنك اخترت لي هالأرض وهالمكان المميز، اللهم لك الحمد. قال لي بتلقط إيران قبل الدار عليك بليار، قلت له منو إيراني؟ قال لي بتلقطهم ناس بيوزولك، أنا عارف اللي يوزلك، شرات صدقانك الأول في مدينة زايد، نفس الطبيعة ونفس العادات والتقاليد، ما بتندم يا ود الحلال، توكل على الله، وشدني هذا التو، الحمد لله رب العالمين، أني أدعي له بالمغفرة واجف ويالس، الله العالم يعلك الجنة ونعيمها. ترى اللي ما يذكر المعروف وما يذكر الخير حتى لو عقب 100 سنة هذا ما في خير. نعم كيف ما بترحم عليه؟ بترحم وبترحم على كل طالع شمس، للي أمر وللي تنقى وللي ظهر المسومة منه، كل طالع شمس كل طالع شمس، كل إنسان قدم خير في حياته وحتى بعد ما مات، إن الله يرزقه الجنة اللي أبرك عن الأولي والتالي، إن نحن عايشين في ظل الله وثم من فضل هالناس اللي من قبل، وفي ظل حكومتنا الرشيدة وفضلها ونعمها ونعمتها وهالخير والأمن والأمان، الأمن والأمان اللي نحن عايشين فيه ما حد عايش، نعم ما حد في الدنيا يعود، سيروا أنتوا شرقوا وغربوا ما تلقطون بيبان مشرعة صبح ومساء، الله ما تلقطون بيبان مشرعة صبح ومساء، كل بيوت البلدان اللي من غير
مرصصات ابوي بقفور وكلاب تحرس عند البيبان، ناهيك عن السكيورتي، ناهيك عن النواطير، ناهيك عن الحرس، الا امن خاص وامن ما ادري منو وما ادري شو، ها كله تحرس بيوتهم، هذا خارج هالدوله. وطالع نحن اللهم لك الحمد في خير وخطره، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ترى اقول الشنط سلخس لا شنطه سلدة اي ما بالدندة اي وقت شاء الله بعدين ارقد انا عندك ولا لا؟ لا اروح باي باي يلا باي باي صلاح صلاح وجع تي 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 تدسس عندي بشكارات هناك اخ عليك اخ صلاح شوف اول وعقبيتنا نحن محسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سكر باب يقول لك سكر ارباب يقول لك سكر الباب صباح الخير شيء واحد ابوي ما حبني اليوم ولا لو علي ولا قال لي كم الخبر ولا قال لي وين الحبه الله الله وين الحق حق من الكبار قول صباح الخير لا هني اللي طار التليفون قول صباح الخير تمام لا قول صباح الخير قول انتم بخير قول صباح الخير هل العيد تمام لا العيد لا صراحة قولها صبحت الله بالخير يا بنت سعيد سعيد صبحت الله بالخير يا بنت صراحة لا صد هناك صبحت الله بالخير يا بنت سعيد سعيد قول صبحت الله بالخير يا بنت سعيد تمام ما بطايع يا بنت سعيد شو اسوي بعد؟ خير احنا ما سمعك بنت سعيد حبيبي سعيد زين زين الحين بنزله هذا بطرشه لها عاد خصوصي ام هلال السلام عليك عليكم السلام ايش حالك لا خلينا من وعمري لا خلا ولا يعل حولك يسلم يعل عمرك يطول ولا خلينا منك يا البركه عيني يسلم انت يا ابوك انت من التراث انت اسطوره من اساطير البحرين شكرا انت حالك حال بوابه البحرين يلا نعم مفروض يسوالك نعم والله اني صادق الله يسلم تسلم الله يحفظك تبارك وبالاعياد المبروكه عمره يلا يبارك فيكم احنا وياكم وجميع ان شاء الله خلينا من يم هلال الله يسلمك انت ما تتخيلين لاي درجه تسعدين العالم كلها بظهرك انت تشوفين عمرك شيء بسيط انت شيء كبير قضي على عمرك ان شاء الله انت تراك معلم وانت كنز تعبلي من عمرك خفي على عمرك من الصراط ست عشرانه ما انا باكر تبنشرين لا تقولين ما حد قال لك ان شاء الله توه هو بادع التبنشير هي والله نحب من وين ييتي وترتيتي يا سلام منبعك منبعك انانه طيب نسيت انا اتصور السلام عليكم هاو ار يو جيلز وصل ابوي المطبخ من عند اكسينا هذا ابوي مطبخ اكسينا اللي قلنا لكم عنه وصل وتركب الحين له اكثر من كم يوم هاو ماني دايز ناو شو اسمك تباركه من 5 ايام وصل المطبخ على ما تشوفون مستغل لان كل قطع وكل موقع ايوه انا ما تشوفون ما يبال عمس ولا يبال حديث ولا يبال كلام ايوه يا سيدي ما يبال كلام open this one also all okay and the other yes يلا all ايوه كلهن قفضه يلا شو سوي ما في كسر شفت بالله عليكم يلا كلوز ان شاء الله هالدنيا كلها ابوي من عندها قوه ومتانه شو بقولكم يعني ضم الدنيا والدين ضم الدنيا والدين ها خدمت بلا صارت ها شوف يا سلام اخوز عنه
كل هيدروليك هذا يعني ترتيبهم رقم واحد مرة ما عليه قاصر بعد مرة واحدة يا سلام ثاني مرة شوف الإنارة مالتهم في الكبتات كلهم على عدة درجات بعد مرة ثانية افتح هذا ها شوف كبتات في ليتات بعد ما أقول عنهم شيء شيء جميل ومميز شكرا جزيلا مطابخ سينا على هالشيء المميز الفنان شو عاد وهذا لكل الزمن لكل الزمن لكل الزمن لكل الزمن ضم اللي بالوعيان اللي في الدنيا كلهن شكرا مطابخ سينا على هالشغل المميز الفنان لا ما تأخروا بيني وبينكم 3 شهور و17 يوم نحن متفقين وياهم 3 شهور تأخروا 17 يوم 7 أيام من عندنا نحن ما عدلنا الموقع و10 أيام عليهم صباحكم خير يا شيراتي صباحكم خير ها يا الله صلاح محتشر بسك من كثر ما تكلم النفرات يقول صباحكم خير ونور وسرور صباحكم بهجة ورد منثور صباح الخير العمدة بعد ما بيعزل لك العمدة صباح الخير كيف حالك رقم واحد ولا رقم اثنين رقم واحد الحمد لله قوي وين العضلات وينها عند الله كلت صحة لا ما تقف وي صلاح وصحة انا ما اشوف انا مش عارف اكلت وحده ولا لا كل وما كلت واحد زين بنزين ما اعرف صح شو 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 انت تروح له وحده لوتي لوتي من استوى هو لوتي صلاح بدك رخام كلينكس حرام ما صورت امري هي والله ما زين اليوم هذا غير نمون الوهم يفن الله المستعان ريوقنا يلا عاده هو 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 اليوم حلا زايد ولوبيا الحمد لله here here near me and open the paper who make all this هدى هدى غرب الله هدى نطرينها عادة what's at the inside I don't know maybe she come غرب الله تبحي فادها الله عليكم يلا ميك ات نيكست تايم هلا وانا قايل لها لا تطرينها تبى ابدا خربت اساسا تصير وناخذ غيرها يلا سمتيها زين ما زين يلا ادب الخيل في بمبي هي ها طاح نصك صلاح من يشوفني اطعم شيء تهلع ويا حادي ها قلت محط لي شوي يونه قطيع من هذا وقطيع من هذا شوي يونه بطعم شوي يونه على اطراف اصبعي غار علي من هناك ويا شو اللي فيه هيديك هذه؟ عملتها أول ما الأول؟ هاي صار كتشر كتشر أعطني يجيب يجيب حرامي وين عقيت صلاح؟ وين؟ بعد محسن بسير ويانا العين أنت؟ هو الله شو صلاح؟ العين انا هي بسيل العين زين زين ان شاء الله برجع العصر العصر ان شاء الله ايه بي مشكله ترى جنب بيتي محسن لبعك اجاك شو والله انت مش شايف شايف سندوتش بتاعك هاك شو حين هذاك محسن جبن جبنه وايه جبنه وشاي شاي وجبنه شاي وجبنه هذه روزنا حطوها في الشرف وغرف ما يازت من طرارته نعمه يعني وليش ما اكلتها هي من الري جات هناك انا عايز قبنه انا مذكر كيف صلاح شو شو كل شو اروح مع صلاح دبي روح كله شو الحين شو بلا صلاح منو هذا واحد ابو يكل يا سارق الديك على راس كريش يا سارق الديك على راس كريش صلاح كلت خبز لو اكلت شو والله وهذا شو اللي على ثمك عيل بعد خلاص ها طار الريش طار ايه
شو تريد الحين انت صلاح؟ انت شو الشهادة؟ اسد. نعم صلاح بيصير الشارجة، انت تقوم خالد القصاب. زين؟ تعال شو اسمه صلاح؟ سلطان. لا خالد القصاب. خالد السلطان. زين يبون عازمين صلاح على القهوة في المكتب عنده في الميلس. ايوه. يوم بتسيرون دبي دقوا حق خالد وبيطرش لكم اللوكيشن. زين. بتسيروا له، اللوكيشن موجود عندك صلاح؟ ايوه. انزين يوم بيقولوك نحن جالسين اظهروا من دبي وسيروا عندهم. زين ان شاء الله. وبتقهون وبترمسون وبتردون. زين زين صلاح؟ ماشي هذا في صرور قول شوف شوف بوليس. لا صلاح بوليس مشكله. بليز حبيبي ان شاء الله صلاح يوم وحيدك. يلا يلا انت اللي متعني متصور بالميرس الشباب. وين صوره خالد؟ اشوف راوني صلاح هالحس الغاوي وين صورته؟ حبوب وشاطر ما شاء الله عليك. اشوف بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح هذا هالحس الغاوي هالنمونه؟ اي باكستاني. اشوف صلاح؟ يا حد لا تقول ما قلت لك بزعل عليك. منو هذا صلاح؟ حد شايف صورتي؟ خالد حبيبي صلاح يقول لك لا تخلي حد يشوف صورتي. اشوفك. ما حد شاف صورته. مع السلامه. تحب صلاح؟ ايه. زيد يلا عازمك ترى هناك في الشارجة تحمل يصير يقصون خشمك ولا شياته. صحيح كلام هذا. شو تدورون تشوف اسد؟ اسد شو تشيكون؟ شوف باشر خميس. زين باشر شو من الايام صلاح؟ اربعة. اربعة اليوم الاربعة؟ اليوم الاربعة لو الثلاثة؟ اليوم الاربعة؟ اليوم اربعة. يا ربي كيف خطف الوقت. صلاح اليوم الاربعة بكرة شو؟ خميس. اي بكره الخميس. فلوس البوك ممزوره فلوس. ما بتسكنون فندق حبيبي تسكنون عندكم صالون. بكره روح صالون خلص بعدين. وين زياده؟ صلاح شو بلاها دواركا؟ دواركا شو تريدين؟ يا صالون اليوم فطور زين؟ ايه هذا انا سويتي اليوم. شو سوت لك اليوم هي؟ سمسم بابا ايش داكلي في داكلي؟ بيض ما ايش كمان؟ بيض وفقع. زين امه. اي تشيز بيض. اوكي انت ما فيك يا مورا. شكرا شكرا. عفوا. وين صلاح؟ ما اعرف. بكره. حرام عليك يا صلاح. ان شاء الله جاي. يوم في ظل معاش. أربعة. اثنين. زائد اثنين. أربعة. أربعة كيلو. بكره ايه؟ اثنين. لا بكره مش الاثنين بكره ايه؟ خميس. ايوه كده. بعد بكره جمعة. اي وبعد بعده السبت. صح صح صح. بس فيش حد بايا. فين ما شفتك كم من يوم انا الحين برا بابا كله برا. كم يوم كله برا؟ لا صباح. ايه صباح باجي وايد نبات. نباتنا هذا اللي عند الباب حطيت له من نبات خصوصي داخل قوطي هذا. ايوه اكيد. ايوه زين زين بارك الله فيك. ما سويت اغنيه من كم يوم؟ نعم اغنيه ما سويت في كم يوم؟ ها؟ صباح ما سوي. ها؟ صباح سوي شغل. وين درس دروس وينك؟ متى ورا امس. متى؟ ورا امس نبات. هي شو طيحه؟ كيف يطيح؟ ما ادري كيف انا اشتغل هناك. هي بس نبات. بعد عيد هذا شكل هذا عيد شو يا عرب وجه بس هذا بس. سبحان الله. بيوديك الحين دكتور يسوي ضرس جديد. زين يلا ثانك يو. شوف بناخذ ضرس من عند محسن عنده ضروس. اشو تمك في وايدات وايد عنده. فين الواد بناخذ طلع واحد ما له محسن. هي طلع واحد. اي واحد تبى منهن قدام اللي قدام تمام. يلا شكرا. الله يحفظك. ده اصول ترتيب العودة مع عنبرة الزرق لازم هالنمونة. منتفوح شويون العودة هاي الحفيرة نرامو يحطون العنبرة داخل الحفيرة هاي يكون زين على زين. ما طاعت تطيح حكي طاحت هناك. زين شو اسوي؟ هي مفروض العنبرة تتم هني في المكان هذا. وقبل ما يدخلون ثيابهم ولازم اول بادي يتنشقون عنبرة الزرق
في روح السم. آخ يا ريحة الطيبين. يا الله يا رب تغفل لمواتنا مات المسلمين. هذا بوي ترتيبها هالنمونة ما تظهرين. الحين هنا على عيلة وما فيها بس سفرتيها الحين بس هناك قريب أوصل العين. فلذلك أبوي حطيناها على المدخنة ودخلوا سفرتي. سفرتي عاد اليوم بلبس شال على فكرة. العين يحبون الشال وبرد شوي وانا يقولون في العين. وشل وحدة احتياط أنا. أشل وحدة احتياط. أشل وحدة احتياط سبحان الله. شل كندورة وسفرة احتياط. سبحان الله يستوي شيء ولا شيات ولأنه والله غامضتني ريحة العنبرة تسيل شرق وغرب. أوه يا ربي عنبرة الزرق عاد الدواء ما يندها من عند حياط الماية ما يندرى كم من سنة حين من 20 سنة. ها تلايا عنبرة الزرق تلايا عنبرة الزرق تلايا. يا ربي الله يغفر لها إن شاء الله يرحمها. يا الله يا رب ترحمت يا عوش بنت سعيد بن أحمد بن خلف بن خديل قبيسي. يا رب ما خلنا إلا ريحة عنبرة الزرق. ما يبالي رمزة ها هذا اللي حر تونا واصلين العين بحفظ الله ورعايته. بالحمد لله الأمور طيبة وانتفني على طول الدرب إلا فين يا ساير وفين يا الياي فين يا ساير وفين يا الياي. بالحمد لله إن شاء الله أن بنوصل الحين بنزور المعرض. مثل ما تشوفون مكتوب على البوست مكتوب على البوست المهرجان مهرجان المرابع. مهرجان المرابع مخصوص فقط للنساء. فلذلك أنا سيرتي فقط المعرض يفتتح الساعة 4 العصر وأنا بسير الحين الساعة 12 وحدة هنتين ثلاث بيكون وجودي في نفس الموقع شلجلة أصور البوتات محتويات ناخذ علوم المعرض وشو المحتويات وننقله لكم عبر السناب والانستغرام إن شاء الله. فلذلك المعرض خاص للنساء فقط. اسمة الرجال انوايق هناك قطع صيبه ونصيبه من الدنيا. لا تقولون ما حد قالكم. تغطيتي الله يحفظكم للمعرض قبل الافتتاح. قبل الافتتاح المعرض بيفتتح الساعة 4 وأنا بسير لهم القايل مهوير الظهر. الظهر الطير ما يطير. فلذلك سيرتي الحين ماشي حريم وفاضي غير الحرس. فسيرتي بتكون فقط اني اصور لكم شوف البوتات وشو المعروض وشو للوادم اللي حسب يوم بكرة ويوم اليوم يوم من بعد 4 العصر يعني لنرويكم محتوى المعرض ومنو مشارك فيه. وبالرغم من عادين الرمسة هاي بدال الودي 100 ودي رامسين وقالين لكن التكرار سمونه زين ينفع المؤمنين. شكل ما غيرها ما بغيت اقول. وهل بالمعرض ما شاء الله عليهم بعد ما مقصرين حاجزين ابوي في نفس الفندق. قلنا لهم ما له داعي حلف ميميع ما شاء الله ما شاء الله انا ابو قلت ما شاء الله. هل بالمعرض شالين ابوي معزرين علينا الا غدانا عندهم وحاجزين في الفندق ومعزرين علينا الا تغدون عندنا. مشكورين ما قصروا هل مرتبين المعرض مال المرابع. للي يتخبرون عن طباخ قوم بيت حمد بيت خليفة مخلفة حياة هامل الغيث هامل الغيث القبيسي اللي أمس مطرش الحيران هاي. أولا أنا أبوي نحن اللي كلنا ورفعنا قيس البيت الباجي أبوي جسم صار عند ناس وايد يا ستر يا يعلى عليهم بالهني والعافية. هاي يتخبرون يقولون يعني أبو أنت كلها بتاكلونه. هي نعم ناكل حتى القرطاس. المهم ما بهذا موضوعنا. اللي يتخبرون وين طابخين أبوي هاي من استوت الدنيا هاي المطابخ الرئيسية عندهم. هم 70% من البيوت اللي أنا أعرفها بيوت هالبوظبي الأول كانوا وما زالوا لين اليوم ولين بكرة طباخهم في بيوتهم. الطباخ الرئيسي للضيف في بيوتهم إن كانت ذبيحة ولا أمية حوار ولا 50 حوار جدر هريس ولا 10. من استوت الدنيا من يوم نحن يهال شيء بيوت كان وما زال لين اليوم ولين بكرة
طباخ الضيف في بيوتهم وبيت قوم حمدة بنت خليفة الله يحفظها ويطول بعمرها حفيد يدة العروس خلفت حياة هامل من البيوت اللي لين اليوم لين بكر طباخهم في بيوتهم 90% من بيوت هالبوظبي أو أكثر بعد هاللي أنا أعرفهم يعني أعرفهم يعني من استويت بيوت وايد يعني لين اليوم ولين بكرة الضيافة الكبيرة الرئيسية تنطبخ أبوي في بيوتهم وبيت قوم حمدة بتخليفة من البيوت اللي لين اليوم ولين بكرة بهالطريقة البيوت اللي غير يسووا ما أقولكم لا يا غير أنا ما أعرفهم يعني أو أرمس عن الشيء اللي أنا أعرف عنه ومتأكد وشايف إنه شوف العين شايف إنهم شوف العين هي نعم لكن اللي أنا ما أدل بيوتهم ولا أعرف وين بيوتهم جبلة ولا وين أماكن ما أرمس عن الناس ما أعرفهم يا غير من يوم نحن يهال بيوت يراننا وصدقاننا ما حد يطبخ في مطابخ أنا ما أعرف حد يطبخ في مطابخ اللي أعرفهم لين اليوم يعني إلا كان بقولكم شيء ضيافة كبيرة يمكن شيء مهرجان ولا ما أدري شو يمكن لكن بيطبخون حق مناسباتهم ملكة عرس عرس خفيف خطوبة لكن حق مكسار يبون طبابيخ لكن لمسات البيت هذه لا بد ولا عذر منها الفجيعات في البيوت الخبز المحلى في البيوت القيمات الكباب الخمير الشمتمو كله في المراد ما علينا نحن حين نحن أبوي وصلنا العين وحين أول ما بنوصل بنسوي تشيكن في الفندق بنرتاح بنصلي إن شاء الله وبننزل المهرجان وبنصور بننقل لكم الوضع وبنصور الهست وخلاص بنرمس عادة هذا أنا زين وهذا أبوي بارك الله فيكم هيلي ريحان روتانا في منطقة الهيلي إحدى بقع العين الخضراء اللي غادي أبوي غبة خضراء من نخيل ومن خيرات الله وأشياء زينة والمعرض بيبتدي بعد ساعتين الساعة 4 بيبتدي يعني ساعة ونص تقريبا بيبتدي المعرض وأول من يشاهدك فنانتنا المعروفة التي هي افتتاح الحريم ظن الساعة 4 فاطمة وين فيزريني أنا مرة قرب السنطوانة ما شاء الله علي هذا عندهم بعد مشروع واحة الزاوية الراعي الرسمي لمعرض برابع العين اللي هي واحة الزاوية هي الراعي الرسمي لهالمعرض وعندهم عروض حصرية خصوصا وقت المعرض هذا المعرض يبتدي الساعة 4 العصر اليوم وفقط للسيدات جنس الرجال ممنوع يكون متواجد هذا كرت البوست هذا السلام عليك السلام ورحمة الله شو عندكم؟ عندي جلابيات درسات سنبل العاديات يعني ينفع حق مناسبات حق وليش هاي كل انشارات بعض حطت انه ورا بعض يعني هذا شكل غير وهذا شكل غير وين هي شكل غير وشكل غير هاي غير هاي فيها مخابي هي حزام هاي بعد درس عادي انزين وهذي انزين كله زين واسعاري من 50 الى 40 شو اسم مكانكم نقوتي غير زين انت بكبرت غير ما شاء الله عليك وهذا بوتم ما يدرى كم ما ظهرتي عاد الحين لا حول ولا قوة جوشي ديزاين هذه شركة عبايات الطرف هذا عبي جدا حلوة عروض عندنا عروض خصومات قوية جدا في مهرجان مرابع العين جزاك الله خير ما تقصروا الثاني عبارة عن شو؟ ديزين إلينا باروك وأهداف عبارة عن عبي درساد الميازع هذيلة اللي أنتم شايفينه وبعد في عروض حصرية شو عدا أسعارهم؟ عندي مشاركات الأسعار كل زين المشاركات عندنا يسوون عروض حصرية كولكشنات حصرية فقط في مرابع ما يسوونها في معارض ثانية ولا في عروض ثانية زي ما حد بيروينا الميازع حقيقي؟ هني في تجميل
طبي خاصة، تمام؟ عندنا الجراحة التجميلية، السكين كير، عندنا كمان الليزر. أحسن الأجهزة حاليا في الماركت هي اللي عندنا، عندك جهاز الكامديلا، عندك أجهزة العناية البشرة، يعني بنستعمل نفس الأجهزة اللي حاليا. البنات تتصل عم برجع اللي حسيت ممكن تمام؟ هي لا مو تمام علي حسيت علي أكثر. المركز اسمه مركز سما سيرج للتجميل الطبي. نزيل. تمام. حاليا عندنا الجراحة التجميلية، الفيلر، بوتوكس، العناية بالبشرة، كل خدمات العناية بالبشرة وكمان بالشعر وإزالة الشعر بالليزر، وعندنا أحسن الأجهزة حاليا موجودة في الماركت زي جهاز الكانديلا. تمام. هاي الجهاز سينوشور، عندنا أجهزة كمان البشرة، اللي عندنا البلازما، عندنا الهيدرافيشل، الليزر الكربوني، البلازما للشعر والبشرة كمان. بارك الله فيك. تمام. عليكم. أهلا وسهلا فيكم ببوث ريم ديزاين. طبعا شو احنا السبونسر. شو اللي ميزت؟ هو هلا في عندي أكثر عن شيء بيميز. مثلا في كنادير مفصصة للعيد. اللي هم هاي. أيوة هذول. زين. في عندي عبي. عبي. في عندي للأم. وبنتها هي. في عندي أشياء مغربية، في عندي مثل هذا مثلا، في عندي أشياء أفغانية، في عندي فساتين حفلات، في عندي أزرق الليل أصفر هذا. يا سلام علموني علموني. يا سلام يا سلام. طبعا كله شات هاند ميد بعد. أيوة. زين زين زين. وين كرتكم عاد بسرعة؟ هذا أيوة. هذا حسابهم أبوي. وفي عندي طبعا جوائز لأول 20 زبون بتيجي. شكرا جزيلا. أهلا فيكم نورتونا. بارك الله فيك. هم سبونسر هاي على فكرة. اسمه؟ رويال ستايل عباية. أه. عندهم العبايات والدرسات. هذا الكولكشن، كولكشن حصري في معرضنا فقط. كولكشنات بسيطة وناعمة. هذه درسات والثاني عبي. نحن نراعي الكاستمر، ولو الأسعار هذا نحن في معرضنا أسعار خيالية، يعني خصومات خيالية. يعني هذا اللي بينفعكم. الله الله في الوادم، والله الله في الأسعار الزينة. سلام السعودية. ما شاء الله. سلام عليك. كيف حالك؟ شو عندكم؟ خلاص بنرد تقهوى بعد شوي. الله يحفظك. بعد شوي بتقهوى. شو عندكم؟ علي حسيت لأني مرة ما سمعت. تصميم عبايات من السعودية كوليكشن، طبعاً تصميم خاص بمهرجان مراجع العين، وسعر خاصة وخصومات لمتابعينك كذا. والله ما اليوم مرحبا بكم، شرفتونا في بلادكم. أظهري هذا. أيوة. يا سلام. شو اسم البوت مالكم؟ بلاك روز. ها؟ بلاك روز. بلاك روز. بلاك روز؟ بلاك الروز شيء بلاك؟ والله؟ شيء. هذه جايبة القهوة السعودية. بسرعة الكرت. في يوكا ديزاين تصميم عبي، عندنا عبي مناسبات وعبي عملية. عندنا محل، نحن محلنا في مقيوين ونتواجد في المعارض. الله يبارك لكم يطرح البركة في مرزق. هذه أفضل بوث في معرض مرابط. شهادة أعتز فيها. والله من إذا ما شكت معاي اعتبر أن أنا خسرانة. تسلمين. إن شاء الله إن شاء الله ما بخسرانة. ما هذا ما؟ مزاين نفنوفي. عندنا كوليكشنات عبايات جلابيات. زين. جلابيات أشياء حلوة. أشياء صراحية. شغل قديم حلوة. هي والله هذا فنان. شيء مقاسات من هذا؟ عندنا عبايات بارتي عباية المناسبات، وعندنا عبايات في دوامات يومية. ايه ديلي يوز. ديلي الاستعمال يومي. زين. من هاي بالله عليك. ها هل مزري المزري هل يصالج هل البربل؟ ايون. ايه زينات. لا البنفسجي اظهر البنفسجي. انت بالعين. ايه ايوه هاي اليوم بتصير ان شاء الله. ايه ضروري اليوم تصير. شو اسعارك؟ اسعاري 850 950. زين زين. شكرا جزيلا. هذا ابوي بوت. هذا تطبيق اكسترا مايلز في المعرض.
هدية عندهم حصرية لزوار المعرض خلال الأربع أيام هذه، يسوون لهم أبجريد ويسوون لهم بعد خصومات حصرية. أبجريد في شو يعني؟ أبجريد يعني مثلاً الحين هم حجزوا غرفة أبجريد للأعلى عنها بنفس البايمنت. مقابل شو؟ هم مقابل إنه ينزلون الأكسترا مايلز، ينزلون التطبيق اسمه والله. فوق والله. ينزلون التطبيق، اسم التطبيق في تليفوناتهم، يسوون تسجيل دخول، يسجلون البيانات، شيء وايد سهل، وبوكينج على الرحلات على الفنادق جميع أنحاء العالم. زين بارك الله فيك. هذا كافيه المعرض سمدي، سمدي اسمه، هذا سبونسر سمدي، عندهم مشروبات باردة وحارة في المعرض، يربى وقولنا رايك. لازم بشر فوق عن الفنان. What's your name? What's your name? My name is Valerie. ولد؟ Valerie. وليد. هذا أبوي رقم وليد. Thank you. What's your good name? My name is Jesse. Thank you, Jesse. شوامس شوامس. المهرجان هذي أنا فيه خاص للنساء، مرتبتنا مرتباتنا نساء، العارضات نساء، اللي بيعون ويشتري النساء، التصميم نساء، حضور النساء كله زين فوق عن زين. العنصر النسائي وايد مهم حاليا، من استويت الدنيا مهم، لكن حدم العرب بغى يهمشن عليهم، لكن الحمد لله ديننا الإسلامي رزهم في المقدمة، وحكومتنا الرشيدة خلت تنبوي فوق عن المقدمة بعد، فما شيء جدال. العنصر النسائي عندنا فعال وفعال ثم فعال في كل ما يخدم المجتمع، هي الأم وهي الأخت وهي الزوج وهي البنت وهي العم وهي الخالة، فلذلك نحن منها وهي منا، وما نلقط الدورة من هاليتنا وبناتنا وجماعتنا كلهم. أول بادي نحن وين الحين؟ هذا فاشن ودفارة ديزاين. نعم. عندك تشوف الكولكشن هذا كيف تصميمه من تحت، قصة وشغل، كله شغل. والأسعار وايد وايد حلوة. زين بس ربنا هالمزرعي. هذا المزرعي علماني كان درس. شو عندكم شيء مميز؟ شو أسعار؟ عندنا هذه بعد، عندنا على 800، عندنا على 700، في خصم، عندنا على 1000، هي في خصم 20% يعني أسعارهم أوريدي نازلة. بري هاك اللي هناك اللي يخليك بسرعة عادة. هي لا مشكلة عاد أقولها يوم بتصل في الانستغرام. هذا شو اسمه؟ هو HM ستايل وذا فاشن كورت. هذا ديزايناتهم بس بعدهم ما وصلوا، عندهم بار في ناس تخره، عندهم الدرسات والطعم الشغله اللي على المانيكان. هذا ذا فاشن كورت، الاسعار 1000 1500 800 وشي بعد. ما علي سامحهم ترى تو الحين بعد الافتتاح، انا جاي قبل حشر بعشر بالعماله عشان يوحي لي اصور. وهذا انستغرام هم اللي بيضيف بيطالع شو عندهم. وين الحينة؟ بست باستا. شو اسمه؟ بست باستا. ما شاء الله عليك. وهل بست باستا منو خدمته؟ خدمتي أنا. الله يبارك فيك. شو اللي يميز بالباستا مالك؟ يوم بتذوقها بتعرف. عاد أنا ما تصلح لي الصوالح. ليش؟ كل شيء يوزري. شو ظنك؟ ما علينا احنا برايك بس. زين. سلي. فنانة تراها لو كنت أتمنى ما تكون فنانة أسبع أدرب. أشوف هناك هذا أبوي ما عنوانهم علمهم خبرهم. بارك الله فيك. وهذا المهيتو بعد. شو اسمه هذا؟ مهيتو. صالون منو حين هذا؟ صالون لبيرلا. إيه؟ لبيرلا سبا، هذا في العين أو المركز الأول، حائز المركز الأول في العين، هذا أهم صالون في العين. وما شاء الله ما شاء الله يعني أم منصور رعية الصالون وايد وايد تعبان على شغلها. عندهم الجهاز لأول مرة في الإمارات وفي لبيرلا فقط. ما شو هذا؟ هذا جهاز أظني ال مالحيات. Please talk about it. This is for eyebrow. This is they are coming from Egypt. This is the brand Braco. They will be coming here for 2 weeks only to do the eyebrows. والمفاجأة خالد أن أي حضور للمعرض أي خدمة بعشرين 20-30 درهم. والله أي خدمة يسوون. أتيب لي حيات وسير بحيات. إيه. أنا مش الجهاز، أنا أتكلم عن خدمات المانيكير بديكر. شو تبى تسوي في صالون في المعرض أيام المعرض؟ أي خدمة 30-20 درهم. And we have a gift for your wife, sir. Show me your card. This is for 15-minute massage, and this is.
طبعا احنا مكياجنا رومانسيه ميك اب نتميز ان احنا مكياجنا كله اصلي, وفي عندنا براندات مش موجوده في الامارات يعني نجيبها من المواقع الاصليه. في عندنا هاي اضاءات اوفرا, عندنا كارولاين مكياج سينمائي, في عندها هاي الفيتامينات والسيرامات حق البشره, مكياج كله متنوع بنات. واهم شيء ان مكياجنا اصلي واسعارنا وايد حلوه واقل من سعر بوتيكات. في اشياء موجوده بوتيكات البنات يتغلبن فيها, احنا نوفر لهم باسعار وايد حلوه ومناسبه. وهذا اسم بوتيك, واي حد من طرف هذا بوتيك. وين اول شيء؟ وين هذا كر على شيء عاد تحط اصبعك على الارقام هذا اسوي زين. هذا بوتيك شو اسمه؟ اسم لاسوا. ودي بسرعة لأن ما يخطف الوقت. لاسوا بوتيك. إيه. ومن الآخر أنا أسوي خصم 10% حق المعرض. اللي بي من طرف أبو محمد 20%. بعد. نعم. حتى أبو محمد. غيره. سعر خاص. وهاي الحين هاي من كان؟ إيه. يا سلام. شو شيء مميز عندكم؟ كل شيء قلنا مميز وبسيط. ينلبس يومي وينلبس حق عزائي. هاي عيناوي. وين من هن؟ اللي هني. ما شاء الله. أنت أقول لك, أقول لك الحين هاي صبري الحين هاي الحرمة. هي راعية المرابع. نعم أنها هي. هي المعرض أحلى على الثاني. والله. والله. وانتن يعني العارضات مستنفعات؟ نحن هي. يساعدنا صراحة. ما والله. تقصر والله ما تقصر. هي منو؟ إذا شيء اختلف علينا. هي منو هاي راعية شو؟ مرابع. مرابع. راعية المرابع. نعم. مرابع العين. زين هاي أبوي الحرمة روح ناتش على هالمعرض بكبرة. نعم. والله يا أبوكم ثلاثة ذرع طولها. لكن مسوية معرض 40 رجال ما يرمون يخدمونه. ما شاء الله ما شاء الله. 40 رجال ما يرمون عليها. وهي ثلاثة ذرع طولها. الكبير. هذا عادة منى مورا وقصاتي عندهم هالبوث. الميازع, الطلع, المخاوير, التخويرة, العبي, أحسن العبي وأحسن الكوليكشنات عند منى مورا وقصاتي. عندهم عروض حصرية وكوليكشنات حصرية بس في المعرض. معرض هذا الحين في اي بي بوث. في اي بي ما بالله في اي بي يقول لك اربع وديات في اي بي. اي والله لا بودي ولا اشياء والله مميزة انا اشوفها يعني. هذا حرير أورغانزا. شو هذا حينه؟ هذا المصمم أظني حرير طبيعي. عندها حرير طبيعي وعندها المزراي وعندها القطن والشيفون والشيفون والحرير. الحرير أكثر شيء عندها. شيء قطن بعد. أروع العين وايد يوز لهن الحرير. هم من هالعين. هي زادهن كوداتي من الحرير. كل زين ترى كل زين. كرتمها. هذا منى مورا وقصاتي. هذا أبوي كرتم. ترتيبهم أنا أقولكم زين ما يبالي كلام. خدم الفنان وكل زين وكل قوي. لكن أسعارهم الله أعلم بها. أسعارهم العلم عند الله. الله أعلم. شفت شيء فنان. فنان أكيد غالي ثمن مستوى الدنيا. هاي شيء ألوان منها. كل الألوان يقولكم هاي الفنانة اللي علمني لعيبتني أنا. كل الألوان. وخاصم بس المعرض يقول لك قوي ريج ما تنقز الا السمين. شاركتين خياطه 03 هذا مخاوير عندها, وهذه امل. امل الجسمي عندها العبي والدرس. الدرس هذا واحد منها مغربي. اي مغربي درس. وعندها القطع اللي هناك قطع تخويره التل هم يخيطنها بس هن يخيطن بس يخيطن يعني القياس. ايوه. والعبي شو يميزها؟ هذه أمل أمل الجسمي عندها كولكشنات. أمل الجاسم. كبة تزعل لا تسوي حركات لا تسوي سوالف. يلا هذا كرتك الجديد. هي كرتي هذا وكرت زميلتي تاج محل الثاني. بعد زميلتك مني؟ جاية في البوث شايفين بعض. زين شو عندك؟ اللي يميز بوثي أنا درس إن عندي درسات مخورات حق عمر بنات من سنة لين 12 وطالع. ما شاء الله. إيه وأسعارنا بلس الجودة. الأسعار تتراوح بين كم وكم؟ هاي اللي أتكلم عن هاي. هاي اللي عندي 120 150 170 حسب. شيء 70 يعني. إيه. أيوة. وهاي خدمتكم؟ خدمتنا ها شغل زميلتي تاج محل عندها مغربيات. ها كل شغلها هي المغربي. ترى أبوي خدمتها المغربية شغلها وايد فنان. هذا شغل الخياطة المغربي. يعني إن شاء الله تكون أسعارها بعد فنانة. هي أسعارها بعد ما
مخاوله. ها مخاوله. انا وخصومات بعد في المعرض. بعد وهذا ابوي محلهم ها تاج محل ما هذا كذا. هاي هديه بسيطه حق ام محمد. بعد. سعرت سوق يا سنتي. مش مخيطه. شو؟ هذا شنط تايلندية من تايلند بس أصلية ما شيء تقليد. أيوة. ماركة تايلندية بسارة اسمها وعندهم كذا ماركة بس تايلندية أصلية مش إنها تقليد ولا شيء بسارة اسمه بسارة. بسارة وأنا شخصيا أستخدم عندهم البايثون عندهم الجلد الطبيعي أنا شخصيا أستخدم يعني صراحة من عندهم وصراحة كواليتي فنان وأسعارهم فنانة يعني ما عندهم عندهم بعد للدلال عندهم المدارس هاي لك أي هاي مات الدلال هاي زينات هذه ماركة براند تايلاند. انت بكبرك يا بوش براند ما اقول عن شيء شو اللي بدي يظهر من عندكم انتو مشروعي اماراتي 100% هي فرو طبيعي محلي نعم دبغ وكل شيء محلي واصنع بعدين في اثاث كراسي كوشنات عندك سجاد عندك كل شيء اي شيء يبونه فهم طيب وكل من هذا كله محلي طبيعي 100% وشغل ايدي شو الشيء المميز اللي الشيء المميز انه محلي ما حد فكر فيه ما شاء الله فريد من نوعه الخشب هندي اصلي حتى ولو بضبط تشوفه يعني مو رديء لا كواليتي نعم هذا بدي عرضت لنا البنيه كوتشنات وهاي اللي بحط على السيت السيارة ولا شيات بي بحق ياسة بر ولا بحر ولا على هو مشغل عريف العز وسوريلي فاشن كولكشن من منى النعيمي هي. مشاركتين في بوث واحد أسعارهم فنانة المغربي وعندك الدرسات الفخمة عندك المانيكانات تعرض الكولكشن وفي كولكشنات بعد إن شاء الله الزوار المعرض يشوفونها إن شاء الله إن شاء الله هذا من لبنان؟ نعم هذا نحن عندنا صناعة لبنانية 100% من الصدف وعلب الخشب والأواني المطرزة المخامل مع الخشب والبوكسات الجلد والبوكسات الهيدا كلها يتم التطريز تطريز يدوي كل الصناعة اللي أنت شايفها حضرتك هون كله هون صناعة لبنانية محضة وبتعبر عن التراث اللبناني ما شاء الله وها صياني هدول صواني حق السويثات حتى كل الأشياء الموجودة عندي للسويس للشوكولا في أشياء وايد هناك لا والله أشياء مميزة وجميلة فيعني عندها أفكار حلوة تقريبا حتى عندي للمباخر هي. وعندي للعلب هذا الحلاوة صح هاي هدول للحلاوة للشوكولا وللهيدا وحتى عندي هذا السح مثلا اللي تبت السح لوشيات يعني غاويات هذا الحين هاي اللي تحت القواطي حق شو؟ هاي اللي فوق هيدول للسويتات هي وها صدف وخشب نعم صدف وخشب وها شغل منو؟ مصنع صناعة لبنانية 100% هيدول بيجي حفر وصناعة تصدير معها وهيدا حتى القويطيات ومن هناك اللي حق نعم. اللي يبن حق دخون نعم. بتهدين دخون ولا شيات ولا أربع كسرات عود حطي في قويطي قاوي فنان تشاهد نعم. بتحطين شيء أطرافه سخي عادة أطرافه حلا ولا شيات حطي في قويطيات جميلة فنان تاخذي هذه من نمون وصف فيه وين تبين تهدين شيء غاوي مميز عندكم مثلا هاي لاكا يعني شيء جميل عندها شو اسمك انت انا اسمي غنوه بقداش من لبنان شو اسمك غنوه بقداش من لبنان شركه ستايل العربي يا بارك الله فيك جبت بقداش الله يسلمك حتى كله هون للسويتات للشوكولا لكل شيء حتى عندنا كيس مكتوبه عندنا اهلا وسهلا عندنا للمخلوطه للمكسرات زين شكرا شكرا لك كثير صورها قدام بضاعتها خلاص مصورناك انت كل شيء بيمشي انت البركه انت من وين لبنان وين في لبنان بيروت وين في بيروت مار الياس مار الياس انا تعرفين من وين ايه انا اروح على طول ضيعه بعطوطه بعطوطه بالجنوب بالجنوب ايه هناك اهلا وسهلا استدعانا كثير تفضل دعنا عيوني تيك خليها تهدى الاوضاع وان شاء الله نبين ان شاء الله بلادكم ما استوت شراتها بلاد في الدنيا العوده أيوة الله يعود ان شاء الله هاي الايام الله يعز الامارات اللهم يلا شو هذا بيتي فور في المعرض بيتي فور وتمريات زين. صناعه اماراتيه هي سويسرول عندها تقول سويسرول صناعه اماراتيه بساكيت وتمريه والمهم من كل ما تفيه النفس اشياءهم فنانه ومن شي فتد مغريه اصلا ناخذ طلبات للعروس بقى للاعراس هاي تمرية زين ثانك يو ياخذون طلبات للاعراس والمناسبات واتس يور جود نيم ام باميلا سر
آمنة؟ باميلو؟ باميلا. باميلا ما شاء الله عليك يا باميلا. هاكو بطلبياتها. This one is our best. This one. One biscuit, pistachio. Thank you very much. Thank you. 7 days. عندنا ماركة إماراتية عرب إماراتية. كوفي عندهم وموهيتو. شغل بنات دار شو؟ ليش تقوليني؟ جامعة الإمارات. جامعة الإمارات. ما شاء الله. بنات الجامعة. الله يحفظك. مساك. يستاهل الدعم. وياتنا حطت المعروض ابوي تيمله يا ويله اللي بي ما بيشرب من هاي اللي قلنا لكم انا شي فنان بنات جامعه هو محتاجات الدعم 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 اولنا دعم هذا انا طعمت من التمرية وطعمت من كذا نوع شغلهم مميز وهل الدار تحت 600,000 خط هل الدار محتاجات دعم من عندكم انتم يا هل الدار ما حب يدعمهم من برا من شرق ومن غرب شغلهم مميز للأعراس المناسبات ملتش ختان ويحب عبسه ونحتفال حق ختان وترى لو كل حد الناس يوم يختنون عيالهم سووا احتفال عسب شي حيت لاحقوا من يومهم صغار 40 يوم ختنوه عسب ما يكبر يدفعون عليه بعد هيو شغلهم مميز فنان نظيف رقم واحد نسيت اسم هالمكان هذا هذا مكانهم كل زين والله يبوكن أحد في دمتي أنا روحي تكرنتي ما يبالك كلام. What's your name? باميلا سر. Thank you. هنا عندنا نورس كيتشن عندنا ساندويتشات وفتة ومحاشي وسلطات. فتة ومحاشي وسلطات. وعندنا بلاليط مميز. غير. رامن البلاليط المميز 18 رات بلاليطنا لو غير. يلا ما بصور ثلاث حاتين. لا لا لا. إيه بيخاف ترى هي أصور. خليك تجربة. لا لا بس علي بطني بين دحك لا لا بس الحشو لا. عبارة عن شو؟ ناريل وبيض وحشو يعني شيء سبيشل بعد okay. ما أقول عن كل شيء كل شيء في العين سبيشل يا أبوكم كل شيء فيها العين سبيشل ترى على فكرة من شيء فنان وريح خلينا ما يبالك كلام شو بعد من نواتج السندويتشات هذا المشروع ثاني والله تحرى بسكوت أنا لا 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 هذا شيء ثاني على الورد بعد okay. هني محل الورد فايوليتا للزهور عندنا هالخدمات اللي يسويهن تنسيق الزهور وخدمات مكاسير بسيطة يعني صغيرة ويون عندنا باص يلين البيت يعدل لهم يعدل مكان الحفل لشيها يعني يعدلهم حتى يسوي لهم مفاجآت حفلات عيد ميلاد صغيرة بسيطة الباص تقريبا نفسها شكل هي هي ويصير ويسوي ترتيب عندكم في مكانهم البيت سواء كان اذا كان حد مثلا عندهم هدايا ثمينه ما يقدرون يطرشونها للبيت يطرشونها لمحلات الورد نيجي للبيت نعدل لهم اياهن والله زين فكيتوا العرب احسن ما حد يتري تروع وهذا هو البزنس كارد وهذا البزنس كارد مالهم مشروع جميل انه يعني اذا حد عنده اشياء غاليه بدل ما يندب هالمحل ويدري واذا حد يشرد بهن دراع المحل بكبره هيكم باس بروده ونفافيخه شيء بصره زين بعد هذا للجراس هذا ابو يبوكم يا ربي حشرت كيكه من لندن وين من هند وين جيت كيف لندن هاي موكلينها في لندن هي هاي مالت الجرفنر هاوس عندنا تشيز كيك مالي موس كيك شوف كيف صورها من داخل بالبستاشيو شيء نمونه هاي بسطيله بسطيله المغربيه هي مر هواك شو تبغى تجرب كل زي مطقمة نفس اللون أقول عنها شيء Thank you What's your good name? My name? Hey. Annie yeah. Thank you Annie yes. هلا مرحبا تفضل احنا عندنا هوم ميد كوكيز كله شغل بيت نعم جوز الهند بسكوت بندق فستق عاد راوي النهار داخل شو تفضل هذا بندق وهذا فستق وعندنا براوني ها كلش خدمتك الروح كن وعندنا هنا كوكيز وعندنا ما شاء الله اكثر مبيعا جوز الهند ها اللي بطعم عاد انا منه اي تفضل هلعتيني يوم قلتي لي اكثر مبيعا اروح ادور السبب ما شاء الله عليهم عندنا هذا ان شاء الله بعد ارز بالحليب إيه. هذا اوز باكري مشاركه معنا في المعرض
كل شيء مرتب. This is Oz Bakery. في بندق, كوكونات, ويفر, بيستاشيو, and then caramel. في also ترتيبهم والله وايد شكله فنان. خالد اغلب البضاعة اماراتية بحتة. هي وكل فنان على فكرة. والله اللي يشوفهم اللي بيشوفها لو اشوفها. البنات ماي جدمن انه زين. وايد زين ترى والله. وصلت خدمة بناتنا ما شاء الله تبارك الرحمن الى القمة. نعم. نعم لكن وايد زين. شغلة شوف الباكينج ماله والتقرطيس والعلب ها قمة شياكة. والله ولا اكبر حفيز في الدنيا العودي يسوي هالنمونة. ترتيبهم فنان وغاوي مميز ها. ها الكوكيز شوفي ها براوني شو اللي تبونه كله موجود. السلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ عساك بخير الله يسلمك. شو عندك هذا؟ عندنا منتجات طبيعيه وانت عارف انها مو اول مره. اي والله منتجات طبيعيه. ماسكات للشعر وعندي عطور وعندي كلونيا. عندي ماسك الصبار بالجرجير. عندي شامبو السدر اكيد جربته. اي نعم اعطني اياها كل يوم. في عندي بعد هني منتجاتي مرخصة ونزلتها في صالون ابو ظبي نفس اللي صورته يوم كنت في ابو ظبي. اسم صالون ارابيلا منتزه خليفه بناية تسهيل. وبنات هذه ارقام التواصل اللي حاب يطلب من المنتجات من العطور ومن الكلونيا. هذا مال فراشه. هذا مال فراش. وهاي العطورات. هذا العطورات. شم هذا عطر الفراش. نباك تشم هذا انه يرى. لا عاد الحين ما فيه قبل تعرف ها شو رايك ما يتشاهد وهذا زين. لا لا اسوي سوالف ترى كله فنان. هي هذا غاوي يا ربي. هاي شو اي واحد منها؟ هذا رقم 13. ترى رقم 13 رقم واحد والله من صدق. ترى اسوي سوالف يوم قلت ما يتشاك كله زي والله. عيستيني من هالصراحة. دي تمرية مهاري طبعا معروفة في العين. ما شاء الله. لازم تذوقها وتعطيني رايك فيها. لا لا الحين بس عاد علي تاولي. يا رب وحده. يا ربي من هالصراطة اللي ما يوجه. رقم واحد تستاهل الإعلان معناتها. نعم تستاهل وبجدارة. السلام عليكم. اللي ما يبي تصوير لا يوقف. هل تقول ما قلت لكم اللي ما يبي تصوير لا يوقف. هذا ميك اب ارتست. يلا عادتي يا جماعة حي سهل. لا ميك اب ارتست هي انزين. اثنين عاشة تميمي وموزة. ما شاء الله موزة ميك اب مشاركين في المعرض. ميك اب عندهم خصومات حصرية لميك اب السهرة. شو عندكم بعد؟ للعرايس بعد. زين يصير انت تعدلين البنيات في البيوت البيوت القاعات كل مكان والله كل مكان وعندنا خصم في المعرض للعرايس. زين ما شي مشكله خلي انت الخصم اللي خدماتك الشيء ميك اب. هي شو نوع اللي يميز الخدمه تصير البيوت البنيات ينكم المحل. لا نحن نسير البيوت نسير القاعات نسير الفنادق كل مكان. ما شاء الله عليكم الله يحفظكم. يستاهلن دعم البنات يستاهلن اخيرا علي من شرق وغرب ها ده كونسبت الايفنت اللي هو البراند كونسبت 101. نعم. درسات حدودها جبتينا في ابو ظبي عندنا درسات اسعار شفتها ولا ممكن تعلي حسيتي لو سمحتي. حاضر. درسات فاسعار متناول للجميع بنبدا من 500 لحد 900 ما بنزيدش عن كده. كلها درسات مناسبات حول البيت ممكن أشياء حلوة والله عندهم. أنت زرتينا في أفضل. هي نعم هي نعم. برضو ما بنستغناش عن الأصالة يعني. شكرا جزيلا. في حاجة كمان بس يا أبو محمد هي تبع للكونسبت 101 ده مساج خدمة مساج تايلاندي خدمة منزلية في العين اللي يحب يعني شرفنا. واحنا عاملين علشان خاطر المعرض هنعمل قرعة يومية من المترددات عندنا وهنعمل جلسة وجلستين مجانا لان هما بيترددوا علينا. Hi, how are you? Good, sir. What's your good name? This one our first good, your good name? Annaline. Yes. Then this is our brand name. Riha Saba. Riha Saba. New collection. Si. This one dear for you, sir. Thank you very much. Where's your card? We have only Instagram, sir. We don't have this name. When? At when? Ya Rabbi. هذا الانستغرام مالها. هذه شركتها اوليفيا. ابرنتم ها. هذا اوليفيا. درسات اطفال درسات قطن. شو واتس يور برايسز؟
prices, talk about your brand, your prices. هاي الدو يا ابوي. لان راعية البزنس ما حد فالحين هي جايه في الطريق. طبعا فنان ممتازه. فنان شغلهم فنان. قطن واشياء اسعار احنا عندنا كلها ممتازه. هذا من الهند مخصوص جاي المعرض ما يشارك في القريه وهني. زين. عندهم اكسسوارات المعرض بتخبرك عنه. يا وي هاف فاين سواروفسكي جولري اكسسوارز اند هاف ذيس اتس سولد باي بير انش اند وي هاف اول كايند. هاي بيعونه ابوي ترى بالانش. يا بالانش. بالانش. بغيت ها ما يعول يقول لك لا بالريح ولا بالعطر ولا بالطهف ولا بالغبار ولا بالرش ولا باي شيء. مره ولا يعول لكل الزمن. حيول ومراري ونقالس ومرتعشات وهذا ها المقمش حتى المقمش عندهن ها مراري هناك على ما تشوفون ساقنا بوت ما تشوف عقيت شو عقيتي اي والله أنا حاليا معرض مرابع العين معرض مميز العارضات مواطنات مجتهدات مجتهدات بكل ما يمتلكنا من قوة نعم وشيء يشرح الخاطر أنك تلقط مواطنات طالبات أو موظفات أو أمهات عيال وما شاء الله عليهم يدورن الرزق يترزقنا الله بالشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى وشغلهم مميز وفنان إن كان أكل إن كان عطر دخون طريقة عرض صناعة بوت ترتيب البوت العارضة روحها هاي ما شاء الله عليها مسويها اللي ما حد سوى راعية المعرض هذا سيلز اي اي فساتين الأطفال شوف البنت الله يحفظها لابسة كولكشن والله والنعم موديلز سيلز كيدز فاشن ما شاء الله ثانك يو فور فيزيت اس مرحبا فيكم عندنا فساتين حق الصغار وعندنا ملابس تراثيه حق الكبار والصغار اللي يبي يدخل محلنا مرحبا فيكم الله يرحبك على فضله شو اسمك انت شمسه محمد عيسى سيف الشيخ والله مليون والنعم اي صف شمسه ثالث ما شاء الله الله يحفظك سمعتوني واقول لكم يستاهل الدعم بنات بنات حريم يايات بخواتهم وامهاتهم كل هذا شيء وايد يمل يعني مشرف يعني الانسان اذا ما بتدعم هالبلادك تدعم منو ما يستوي هذا هو الصح اوكي بنت ريم ستايل للشيله والعبايه عندهم الغشاوي انواع الغشاوي والانقبه والعبايات العمليه والرسميه والمناسبات بعد عندهم تشوف حتى جميع القياسات ما شاء من غشاوي من نقابات براجع بقرات قرون شيل بنواع ترتر بلية ترتر كل شيء كل شيء موجود ترى المعرض يبتدي اليوم بعد ثلاثة أيام غير اليوم أربعة أيام بلياليه لا تقولون ما قولوا ما حد قالكم لين من الساعة 2 الظهر لين 11 قبل نص الليل بساعة يعني اللي تظهر مني تظهر مدوخة قراطيس سسيلة تحط راسها طيح طيحة حمالي عاد شو أسعارها الحين هني؟ إن شاء الله هم إن شاء الله هم مقبولة يا ربي يا ست تشاور هذه هي 350 زين بارك الله فيك هذا راحة كتس فساتين هوت كوتور للأطفال وعندك هني بعد شركتها دراسات عادية نورمال للبيت يعني للزيارات للبيت عندك 33 كولكشن هذا الانستغرام مالهم اللي تبي تضيفهم هذا هو نفس الانستغرام وراح كتس اثنين في بوث واحد السلام عليكم عليك السلام مركز رنا الطبي ايه احنا تقريبا اول مركز رنا الطبي اول مركز في العين مستقل من نعم. 2005 انا الحمد لله 9 دكاتره مختصين في الاسنان زراعه تقويم دكتور تقويم عندنا حصل على ماجستير بزراعه التقويم والفك عاملين للمعرض خصومات في هدايا مجانية تنظيف أسنان لكل حاملين بطاقة ثقة ما شاء الله بلاش طبعا وفي كل يوم رابحين كل يوم رابحين اثنين طبيب أسنان بقيمة 1300 درهم ما شاء الله
نحن روان للعطورات، أحنا انواع العطورات. اوكي، جايين من لبنان لهون اول مره لنا بالمعرض العام، ما شاء الله عليك. اوكي، وعن عطورات كثير حلوه. حيولك هاي الذهب؟ ذهب؟ لا تذيبه؟ من سوريا. ايش تذيبه؟ صدقيات ولا ذهب ولا مصدر؟ والله ما اقول عن شيء. زين روان، ليش بالخصم؟ هذا في عندنا خصم من 750 ل 500، عندنا عطورات 100% يعني بتثبت. اوكي، روحي عطر المهم منتجكم كله من لبنان؟ كله الحين سامان هاي جابتلنا كله من لبنان. كله من لبنان. زين تعالي عندها للسامان عافية، وامس جاي بالطيارة واليوم رتبتي هاي الدنيا كلها. ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله. الحين عبارة هي هذا المرايم للأواني. هي طبعا أنا متخصصة في الدلال والحرارات وكل شغل السيف من السعودية ويمل الهند. مثلا شو الشيء المميز عندك؟ عندي المميز هالحرارات أنا أتميز فيها. هي زين، عندي الفضية والسيفر ومطلوبة وايد. هي وحجام حجام كبار ما شيء؟ لا هذيل الصغار شيء هنيايات. هي مشكنمات. مشكنمات. وعندك هالدلال كلهن دلال السيف ومشهورات كل الأنواع وكلهن هاي كواليتي وما شاء الله. عندك هاي الطاولة. هي ما شاء الله بارك الرحمن. شوف كل الدلال. كم الحجام الدلال؟ شو لتر؟ ما شيء أكثر عن لتر؟ لتر بس. يا ربي مغلوط، هاي لونها فنان، كل شغلكم فنان، شيء في السيف لازم فنان. يا حياك الله. فنايل ها فنايل. بيت كيف حالك؟ وين الكرت مالك؟ عاد أول بادي الكرت، نحن متفقين قايلين أول بادي تظهر الكرت، هذا الكرت. زين شو عندك؟ دخول أند مور. هي. عندنا دخول وعندنا عود وعندنا مخمرية. شوف هذا عود يمينة، هذا البيست سيلر. خليه بتروح. وعندنا عطر فراش، هذا خيال وايد حلو، خبال يعني، مش خبال وخيال اثنين. يعني اللي بيتروح من السيدة بيتخبل. العاصمة الحين. ما شاء الله عليك، الله يروحك من أرواح من رياح الجنة. أنا غرشوب مسمينه. أنا زبونته. بتندحقين شو تصرطين انت؟ قاعد اسوي تلايم. ما شاء الله، الله يبارك لكم ان شاء الله. عندنا اسعار وايد حلوه، وهذا عطر الفراش على 100 وفي 150 والعود على 300. هاي منو معطر لنا العود هذا؟ انا مسويته. ما شاء الله، خدمتها بالضبط. ما شاء الله ما شاء الله. شو اسم العود هذا؟ عود يميله. يميله على كم سعره؟ 350. ما شيء تخفيض ولا شيات؟ والله خبرك انت على قولتهم في كسبت، بس هذا على 350 لانه يعني وايد حلو وريحته حلوه ويزكى. وقولي فنان؟ فنان وايد فنان. ما اقول عن شيء. هذا عندنا احلى طله للعطور والدخون. نعم. عندهم عطر مرابع، سموه مرابع بس تروحك. اي والله هالعطر اللي تسوين عين مسمي عليه مرابع لانه سولد اوت في معرض هديه. بيع العمر الطويل، ما تقصري العمر الطويل. سمى الأصالة والخزامة كولكشن في هالبوث، عندهم درستات وعبايات هوت كوتور. ولا تنسون المعرض ممتد من اليوم لين 4 أيام، اليوم أول يوم، الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، لحد آخر يوم. ها؟ لحد آخر يوم. العطور كليمنس، كليمن بيرفيوم، هذا مكانهم. بتر وحك. هي ندخلكم عودنا، عود خصوصي. طيبك عاش حبيبك. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا اللي تروح لازم بين عش بتيل هبايض. الله يفرح الله يفرح. عطورنا كلها من احدث العطور، وهذا عندنا عطور جديده نسوينهن توهن، من احسن العطور عندنا، نسويها الضجه شويه. ما شاء الله ما شاء الله. وعندنا عطور الفراش صراحة مميزة. ما شاء الله. هاي الأرقام. ما طايعتي. أنت بقطع. أيوة الحين عدل. طيب. نحن يدك هاي شرف لنا. الله يرحم والديك يسلمك ويطول بعمرك. تستاهلون كل خير. تستاهلون والله من عنيتكم. بنات الدار ويعلى الله يحفظكم. البيت ما أحد يشتغل. يعلى بيوتكم عامرة إن شاء الله.
عندنا دار الرزة العبي. دار الرزة دار الرزة العبي حالته اللي حسك حسب نعرف شو عندكم زين. دار الرزة دار الرزة يلا اكيد دار الرزة من السعودية انتو. ايه من هذا هو نوع. والله مليون مرحبا. رحب الجنة. هاي ما شاء الله أظهر من هاي لو سمحت. هذه مغربية. وهذا كله بيشغلهم من السعودية. هذا اسم العائلة البوت دار الرزة شغلهم حلو فنان ما يبال كلام. شكرا جزيلا. هاي مش مشاركة معانا. هاي مو مشاركة. هبة مشاركة برايها فقيرة تستاهل. ليش لا؟ هاي الضبي دار الضبي. ما علي حتى لو ما بنشاركة تستاهل. تستاهل تستاهل. مشكورة يا راعية الرزة. هاي شغلهم كله فنان. على فكرة المعرض ولا مكان عندهم ولا بوث من البوثات عادي. كل سبيشل. لأن اللي مرتبه أبوي البوث هي بكبرها سبيشل. وين عنوانه هذا؟ العطر. وين الكرت يا رب يا سميك؟ ما بطا يظهر واضح عشان تبين صدق. ايوه ايوه عدل رح اشكر فنك. كل فنان وكل وهاي ابوي بعد راعية الرزة كل سامانها كل فنان. مشكورة يا راعية الرزة. الله يحفظك. عندنا هنا عندنا ايس كريم جيلاتو معروف الايس كريم اورجانيك. تكلم عنه لرعية. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف انت؟ شو يميز ايس كريمكم؟ ايس كريمي ماخذ الاول على مستوى الدوله تبارك الرحمن مستوى العالم وان شاء الله انت تاخذين الاولى على مستوى الكره الارضيه بعد. ان شاء الله ان شاء الله. زين اللي يميزه صناعه اماراتيه 100%. نعم خالي من السكر الاصباغ المواد الصناعيه المواد الحافظه كانت 100%. ما شاء الله ما شاء الله. واللي عنده حساسية من مشتقات الحليب الراعي إيه؟ حساسية من الجلوتين الراعي مع ضمان 100% الطعم ما يتغير. الله يبارك فيك إن شاء الله يطرح لك البركة. أنت فخر أنت أبوي الواحد يفتخر بك. الله يطرح فيك البركة إن شاء الله ويحفظك. هذا تحدي لعشاق القهوة بعد. هذا أبوي تحدي لعشاق القهوة. وينكم أبوي هالقهوة؟ هذا بستاشو وهذا زعفران وهذا كرتم. أبوي يسمونه زعفران لاتيه وعلى أساسه وأن اللفوت تيست أنا ها لطمت تيست. أنا ما أفوت تيست. قلت بي يا حبيب النبي لكن فنان والله. ها. مروة لضر زحين هذا القهوة كنتي هاي اللي توني عطيتيني من هذا. أنت قارية فيه خليتيني ألطماتي مرة واحدة. هذا الله يسلمك. أنا ماخذ وكالة القهوة بس ما بيعها أستعملها استعمال شخصي. أنا شغلي كله مع عقود مطاعم فنادق كافيات من صغير لين كبير. ما شاء الله ما شاء الله. فهذا أنا استخدمه في صناعة الأيس كريم صناعة المثلجات صناعة القهوة. الله يبارك فيك ويرزقك إن شاء الله بيعطيك على قد نيتك. آمين أجمعين. حافظك. شو دراستك؟ أنا؟ نعم محاسبة. ما شاء الله ما شاء الله عبت ريح هارت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله. الو هاي هاي زين. شو محلك انت؟ احنا مركز للنسيات الطبي ده مجمع متخصص تجميل. نعم بس كل الحاجات اللي بنقدمها نون انفيزيف. يا ريت لو تعلين حسك عسب يطوف الوقت. حاضر. الحاجات اللي بنقدمها كلها من غير جراحات. بنقدم حاجات لنضاره البشره لشد البشره فيلر بوتوكس. والدكتور ياسر الأسيوطي المدير الطبي عندنا. هذا هو بالضبط اسم الدكتور ياسر. دكتور ياسر الأسيوطي. الأسيوطي يعني من أسيوط؟ الأصول بتاعته أجدع ناس. ربنا يخليك. شكرا. شو اسمك انت؟ أنا اسمي أمل. أنا خبيرة البشرة في مركز لمسات الطبي. ما شاء الله عليك يا أمل. شكرا يا أمل بارك الله. هاي انت؟ لا مش أنا. شابت شو اسمك؟ أمل. أمل منين من مصري أمل؟ اسكندرية. فين في اسكندرية؟ سبورتينج. سبورت تعرفين محسن؟
طلعت ما تعرف محسن. هذا أشي ديزاين ولي أنجل بوتيك. نعم عبارة عن شو؟ نحن عنا بوتيك مقابل الزعفران. بوتيك بتضمن أكثر من ديزاينر، قسم عطور، قسم لانجري، قسم دريسات. وعنا من واحد لآخر ثلاثة، من واحد ثلاثة لآخر ثلاثة عاملين نظام معرض وبوكسات هدايا لكل الزبائن. شكرا جزيلا. هذا حنين فاشن وام اتش ماجيك هاند ديزاين، عندهم مادة تصاميم اللي بطلعهن العاملة، خصومات حصرية وشي فنان في المعرض. يلا فكري عادك وكري يا ربي وني يلا دي. ايه يظهر لك الديزاين ابغى. هاي الديزاينات اللي عندهم والله هاي كلها ابداعات، ابداعات إماراتية، إبداعات إماراتية لا يختلف على ذلك اثنان. تعال تلحقي ظهري هاي، شو اسمك؟ تعال زلوخ، شو مين اسمه؟ أيوة يا سلام يا سلام يا سلام. هي أرسو ليزي. Thank you. No, the white one. This one, the white. هاي في يد. هي هاي عزت لي أنا أكثر. Thank you. الحين هذا شو؟ هذا الأرقام التواصل مال روز خليفة. هي نعم. زين شو عندكم مميز؟ والله عندنا وايد عطر مميزة، من ضمنها عطر ديزرت عود، عطر روج، وبعد عندنا عطر عام زايد. نعم. وعندنا البوكسات بعد. ما شاء الله ما شاء الله. على فكرة توصيتكم سابقكم وكل حد يعرف عنكم أشياء وايدة، وسمعتكم واصلة قبل الحشر بعشر، الناس كلها تعرف منتجكم كله فنان ومميز. روحي عرفي يعني. جزاك الله خير. كلام حكي عندكم ورد غاوي بعد. كل شيء عندنا غاوي. هي لا كان المميز وايد عندكم هو شيء شراد دهن الورد ريحته. دهن الورد اللي هو ممكن يكون العود المسك مع روز. هي روز روز هي. روز 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 خليفة. روز خليفة. أيوة. اللي ياخذ. أنا قبل صورت منو؟ صورت بعيالي. هي الله يحفظك. الله يحفظك إن شاء الله. ويا حياك الله نورتنا. الله يحفظكم. الله يحفظكم ان شاء الله. الله يبارك لكم، شغلكم فنان وزين. ما شيء كرت لكم؟ وين كرت؟ هذا هذا جينس، جينس فاشن. وعندك ام كي لايف فاشن. السلام عليكم. هذا ابوي بوت البوت البوت مالهم. عبيوي درسات ناعمه تخدم دوامات مناسبات يلسان. شو اسعاركم؟ من 100 ل 300 اسعارهم، من 100 ل 300 كلها هاي كواليتي. هاي ابيهم دنياهم. السلام عليكم. هاو ار يو؟ شو اسوي سور نيم؟ 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 اسمك؟ زينب. والنعم يا زينب. ما شاء الله عليكم. وين الكرت مالكم مايا؟ هذا هذا وما لعبي وهذا ما لعبي. قلنا الغلط العبايات الغلا قولي لي. موجودين في الفلاح، متميزين بالعبايات المبتكره دائما والجوده العاليه في الاقمشه. نعم. وهذه من تصاميمنا. نعم. واسعارنا تتراوح ما بين 500 من 500 لل 1500. نعم نعم. وعندنا اليوم خصم 15% على العبي التفصيل و 30% على الجاهز. نعم. لمتابعينك طبعا. كوين اتليه للدرسات، عندنا درسات متنوعه في الاقمشه والاسعار، اسعارنا تتراوح من 250 الى 900. نعم ما شاء الله. خلي تطلع شيء متفاوت الالوان، شيء من وراء من هاي لا فيها. يا ربي هاي هاي بتريها موجفت مو بعد برينج انا يلا فرومباد رويد وايد. هاي ليلة كنت ابوي بيشرد الزبون لين تظهر القطعة الثانية. صبر جميل بالله المستعان. وني هاي وني والله ولا تحترج. شكرا. البوث اسمه كوين اتري، اتوقع انه اشياء مميزة وتستاهل اني اصورها مره ثانيه وثالثه ورابعه. الله يرزقها ان شاء الله.
ميتاليك كولكشن، هذا بوث في اي بي وايد في المعرض. عندهم كولكشنات الدرسات، كل ما تبونه، الدرسات، جلاليب. بليز شو مي يور كولكشن، عبايات. Show me the dresses also, what you have. السلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. شو عندك؟ أنا مغربية. والنعم. وقلابيات كثير حلوين. إيه. حبيت أشوفك. في ألوان ثانية وشكل كثير حلو، كلهم مانحين. ما شاء الله ما شاء الله. وبعد شو عندكم؟ فيني كمان أورجيك شغلات ثانية. إيه نعم. إذا علي حسيت صاصرين عمرت هيدا الشيء من البيست سيلرز تبعونا كمان كثير. هيدا الشيء انت تقول مغربية؟ لا انا مو مغربية بس بلبس يعني. هي لبست مغرب زي اختيني. كمان هذا كثير حلو في الوان. ما شاء الله ما شاء الله. هذول احنا المحلين 701 وعندنا 3S كولكشن. ان شاء الله الكوليكشن حيتصور قريب فبيلاقوه على الانستغرام. ان شاء الله كله. ان شاء الله ان شاء الله. بس كله يعني اخر كوليكشن هلا نزل بهيدا المعرض. شكرا جزيلا. ميرسي. شكرا كلكم. كم عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب انت منو؟ انا خلود. والله والنعم. زين انت خلاص حليت هناك. هيك حلاوه وما شو يلا موجود عندنا. شو عندكم؟ عندنا تطبيق دبيحتي، التطبيق الاماراتي الاول. وين وعدري؟ ايوه تطبيق الاماراتي الاول اللي يوصلك الذبيحه لين بيتك مقطعه بالطريقه اللي انت تحبها باجود طريقه توصلك لين بيتك خلال 3 ساعات. يعني تسلمي عندنا عشانكم مجانا في الاماراتس كلها. نعم وهذا هو التطبيق. وهذا هو التطبيق. شو ذبحكم من وين؟ كل شيء موجود، الحلال من كل مكان موجود. من وين؟ وشركه ومدعومين من بلديه ابو ظبي، مدعومين من بلديه العين، يعني كل شيء نظيف ومقطع ومجهز بالطريقه الصح مضمون. والله من هالمال كان ذبيحته من مال هالدار اكيد بيكون مضمون. هذا هو التطبيق سهل تنزله تختار اللي تبغاه خروف شو اللي تبغاه انت. تطبيق ذبيحتي التطبيق الاماراتي الاول مدعوم من بلديه مدينه العين وبلديه ابو ظبي ومشروع حفظ النعمه. وعندنا شيء مميز انه يوصلك الذبيحه توصلك خلال 3 ساعات وممكن انك تختار الذبيحه تروح للتبرعات. يا خلود يا اللي عدت عليك ما شاء الله عليها خذت بشراع وميداف. متعاونين مع حفظ النعمه ممكن انك تختار الذبيحه اللي تبغاها وتروح للناس المحتاجه. بارك الله فيك. حياك الله. ما قصرت. فيديو كامل انا مجربه. والله فيديو هم يذبحون ويقطعون كل شيء يوصلك اياه. يعني تسلمي. سلموا ابوي على اللي ابتكر هالشيء الفنان. الله يسلمك. عليكم السلام. تفضل اهلين. شو عندك؟ نفس حالي انا. هي تصاصلين عمرك علي حسك انت في اسعار 500 ل 2000 درهم. هي حبيبتي وين الكرت مالكم؟ وين البزنس كارد؟ هذا الكرت مالها. هاي النيو كولكشن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا هيا صورني هيك وهيك وهيك. ما شاء الله عليك ما شاء رمح 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 تبارك الرحمن. ما شاء الله رمح دا سمونها. الله يحفظك ان شاء الله. هاي لبسه فنانه وهاي بعد فنانه. قلت لكم المعرض ترى بعد ما امتد اليوم وبكره واللي وراه واللي وراه لين يوم الاحد من الساعه هنتين الظهر لين الساعة 11 في الليل. قبل نص الليل بساعة. مكان مميز، طريقة عرض مميزة، مواطنين، ترتيب إماراتي 100%. يعني دعم العنصر الوطني وايد ضروري. ممكن أنتن يا رواعي الدار اللي جاي من شرق ومن غرب ومن عرة ومن برا ودرنا. هذا ابوي حل داركم يعرفون كل شيء عنكم وانتم تعرفون عن عاداتهم وتقاليدهم. واللي عندهم ترى بيكون ابوي ما ببعيد. اللي عندهم ما بيكون بعيد. وين الكرت؟ هذا ابوي. ها مال هذا بعد عندهم فساتين وعبي وعلى ما تشوف. وهذا ها عينا من الفساتين. وهذا ابوي مكانه. هذا الجوري القمزي فاشن. جوري القمزي هي. ما شاء الله مغربيات من المغرب. هوت كوتور هاي اند كواليتي. هذا براند في المعرض عندها خدمات وحصريه في المعرض فقط.
الخاصم يعني دامهم اللي في المعرض في اي بي. هذا براند الجوري القمزي، هذا اللي فوق اسمها في الانستغرام، هذا براند المعرض. ما شاء الله ما شاء الله، من القفاطين ما شيء احسن عنه ما شاء الله، الله يحيي كلهم مميزات، ولكن هذا شيء مميز. اظني شو مي ذا بيربل وان كويكلي. شو اخبار الاسعار؟ الاسعار شو؟ من 1000 ل 3000 وفي خصم المعرض. من 1000 ل 3000 شيء خصم للمعرض. هاي عندك كواليتي. هاي الهاي عندك كواليتي. بتحرون الكواليتي العادي، الكواليتي ايون. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك. انت من هالوين ماي؟ والله والنعم. والله والنعم. شو عندك بتروينا؟ انا اللي سويت عباء، خلي تعبر. هي انا اللي سويت عباء كامله عيار 21 من الذهب، وان شاء الله بندخلها موسوعه جينيس ان شاء الله. وين يحيل العباء؟ هذه كلها ذهب. هي ذهب عيار 21 مو مطلي، ذهب ما شاء الله. وين يحيل؟ ما ادري نشوف. لا ما لا ما يبتها، ما يبتيها حق المعرض هذا. هي. حق وين بتوديها؟ ما شيء هم عن هالمعرض. وهذا ها الله يسلمك. عرضتيها في وين؟ وين عرضتوها؟ عرضتها في مرابع، في عرض ازياء مرابع، وصارت لناس مهمه لا عندهم طبعا. ما شاء الله ما شاء الله. اظهري شيء من هذا اللي هنا. هذا وانا فاشن. هذا وانا فاشن. الملابس هذا هاي الروحم. انا فاشن روحم. ما زين للون التركواز هذا اللي ياخذ العقل. لك ابوي يبغى عود، يبغى غصن، يبغى رمح. ما يبغى وحده هادي. لا يا بابوي ها يا هالنمونه ولا لا تلبسينه. وابوي ابيها هالبنيه اللي قبل شويه نسيت اسمها، شو اسمك؟ غاده الهلالي. غاده الهلالي بهذا هذا ابوي العبايه الملكيه المصممه غاده الهلالي. يخصك ابو زيد الهلالي؟ ها يقرب لك. ابيها ابوي بن زيد الهلالي. مشكوره مشكوره يا الهلاليه. الله يسلمك. هذا شو؟ هذا ثري لاين فاشن ودار ليلى. دار ليلى اثنين في واحد. هذا كولكشناته كل شارات عبي وفساتين ودراري وخياطة نظيفة وعلى ما تشوفون دار ليلى. وهذا ها نظري اشو رامي هذا ذا فيست وين. الله 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 الله. يا سلام يا سلام يا سلام. هذا ابوي لبس هال ها ثانك يو ثانك يو. السلام عليكم. هاي السلام عليكم. العاش كيف حالك؟ شو عندك؟ اخبارك؟ الله يسلمك. العاش هذا شو اسمه البوث مالكم؟ ستايلش كولكشن. ها؟ ستايلش كولكشن. ستايلش كولكشن. اسم مكانهم. شو عندكم؟ من إمارة الجيرة. وين وين الكرت؟ هذا هو الكرت مالها. ستايلش كولكشن. أنت من وين؟ من أي إمارة؟ من إمارة الجيرة. والله والنعم. يا هلا. طبعا بوتيك هناك في الجيره حياكم الله ان شاء الله. نزا كوليكشن عيد الفطر من عبايات وجلابيات وكنانير. يا ليت لو تعلين حسك شويه. ما اقدر اصارخ. ليش اسوي عاده؟ منزلة عبايات وجلابيات وكنانير كوليكشن عيد الفطر. ما شاء الله ما شاء الله. معرض مرابع. زين اوكي بنتي شكرا جزيلا. زين ما عليك. السلام عليكم. انت تشتغلين لو رحت المكان؟ لا هي رايحه المكان. ما شاء الله عليك. ما اقول عن شيء. الله يرحبك على فضله. شو اسم محلك؟ بيوتي كوين. بيوتي كوين. وين البطاقه مالك؟ بصوركم محمد. ما صوري لين لين بكره. هذا ابوي محلها ها. يا ابو تلا كرتك مأنقه، الكرت روحه يسوى لساوي. يلا يا الله يحفظك. ما بصورت والله ما صورت حيسي يدك صيرونه. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. اظهري شيء من الحمر هالي هني ها الحمر. اي والله ما حد ما يبى الزين. يا سلام يا سلام يا سلام. اشوف مقفاها لكم ورا هاي. إيه كله زين وكله فنان. شكرا. وهذا كرتها مثل ما قلت فنان وغاوي. الله يبارك فيك يحفظك. ما شاء الله علي ما زيني في تليفونك. الله يحفظكم ان شاء الله.
هذه في في اي بي سوزي مطر. سوزي مطر حالك. وانتي سوزي مطر ما شاء الله عليك يا سوزي، كيف حالك؟ انا منيح، انتي كيفك؟ الحمد لله انا منيح. اهلا وسهلا. الحمد لله بنشكر الله صحيت العيلي كله. الله يحفظك. شو عندكم؟ ها كله من لبنان ميوب؟ لا نحن بنصنع هون، شغلنا هون كله. أيوة. عرفت بس انه الذوق لبناني. ايوه لبناني اكيد، مزوقين مزوقين لبنانيين. الله يحفظكم. هذا مصممة سوزي، سوزي مطر. يا سلام. أوه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هاي شو أسعارك عادة؟ أسعارنا بتبلش من 1750 ل 3500، يعتمد على الشغل على القماش. هاي اللي توها تتراحش اللي فيها، هاي اللي يرحش الوايد، هاي اللي قبل شوي تتراحش بكبرها، هي هاي اللي فيها هاي دي 2250. والله يفدنها في المعرض. انزين من وين وصلناك؟ اسم ام عبد الله المنصور. والله مليون والنعم. صورت ابوي اي هام الصبح مصور انك انت. انا بصور انا برمس. انزين ما خمسي ها قابضنك ها هذا ابوي. يلا تفضلي. ام اي ديزاين عندنا الجلابيات وعندنا درسات وفي عندنا اللي هي للمناسبات وفي عندنا هي الخفايف اللي حق الايام العاديه. نعم نعم. ونقدر بعد اللي يميزنا ان احنا اذا كانت في عندنا زبونه وحاب انه يكون لها تصميم خاص نسوي لها اياه ويحبه وحده ما نسوي غيرها بعد. اي نعم. مهما كان مهما كان مهما كان الثمن مهما كان الثمن. شوف انت وهاي اللي رايتها من راس الغليظ من هالوين؟ هاي سوريه. قرب الله تمقواها. ما اقول عن شيء بين كل شعره وشعره شعره يا ربي راس سيزه. هاي يقولون عنها راس يربط الخيل فيها معدوده. شو اسمك انت؟ سالي. سالي بعد شيء عبي؟ هي عبي. ما شاء الله. ماشي. عبايه في عندنا عبايه للمناسبات وعندنا العبايه العاديه يعني اللي هي للاستعمال اليومي. هاي كندوره سالي بكم؟ هاي كندوره سالي ب 1200. والله يا بلاش. عشفت لو مشغوله بعد تطريز عليها كل شغل هي كامله مو سالي شغل يد. وين مسوي شعرك؟ سالي. لبسي عباه واحده. شوف ما زينك يوم في العباه، هاي يوم قلت سحتن بغطاي ولا حلوى تنكشفه، لو دومت بعباه بتغني وايد فنانه. لا تلبس عباهي. والله؟ ايه تلبس عباهي. منو معزر عليها تعقها؟ شو نسوي هذا حقك انت يا ابو محمد الحين يوم تبصر. بعد. ما شاء الله ما شاء الله على سالي. تباركتي يا سالي تباركتي. الله يرزقك ان شاء الله في الرجل الصالح والذريه الصالحه. مهورة سلام عليك. وين متلاقين قبل؟ وين متلاقين؟ في لندن. يوم شفتك انت لابسه هاي راشد عربانه قلت هي قلت ما شاء الله هاي حرمه ليش لابسه راكبة عربانه؟ ما شاء الله عليك هالاسم الغاوي يا مهره ما اكبر هالاسم. شوف الكاميرا سميت بنتي. ها؟ سميت بنتي. ايه الله يحفظها ان شاء الله. الاسم هذا ابوي غالي على العالم كلها. ذا ديزاين توين ديزاين بتراويك الكولكشن. توين ديزاين وهذا الكولكشن مالها. يلا عاد كويكلي نعذر نعذر مالس قولي لي. وعبي عندها ولا بس فساتين؟ عبي. عبايه بليز. عبايه ايوه. ذا برايسز بتوين وات؟ 1000 من 800 لين 1500. وهاي العبي هذا نيو ديزاين اولنا. يا سلام ما زينك اللي الفولك والترتر ما يعدل شيء الا الفولك ما يعدل شيء الا الترتر كلها ابوي انامل اماراتيه خدمه بناتنا بنات الدار كل شيء فنان وغاوي لكن هني البنات عادي خيلا يظهرن في التصوير هذا ها عنوانها. عليكم. شو اسمك؟ نوفانا. اسمك اهلين؟ شو اسمك؟ نوفانا. نوفانا وين الكرت مالكم؟ بانكلي. ايه وهذا انستغرامهم. شو عندكم عادة؟ الله يا سلام. يلا وبعد العاد اليوم استعمال يومي صح؟ ايوه. انت من وين؟ سوريا.
ما شاء الله انتاج سوريا زايد هالايام. الانتاج السوري ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. فوز على دلع يا بوش دلع يا بوش. ايوه يا رجال الله. بعد شو بتظهري؟ فوز على نعم نعم. يا سلام يا سلام. يلا واجف الحكي خلاص. شكرا. حياكم الله. إلينا باروك كوليكشن عندنا خصم 20% من طرف خالد الخالدي. بعد شو عندك الحين؟ يا ليت تعلين حسك. كل الدرسات الحلوه التصاميم الجديده باسعار مخفضه. مثلا في عندنا نفس هاي الدرسات وهذا الاصفر. شو رايك؟ كلها هاند ميد؟ كلها هاند ميد. من هو اللي يركب هالخصوص كلها؟ متفقين. هذا ها وتم. رضاكم هو هدفنا. بارك الله فيك. هذا وهذا غيره؟ ها هذا غيره، هذا حق محل أهداف. هي. أهداف للنفسات الشعبية والشغل بعد الشغل شق وشغل. ما شاء الله. الظهر البولصي، البولصي هذا اللي وراه. أيوه. نعم هي هي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تبارك الرحمن تبارك الرحمن. في هذا بعد الأورنج. يا الله يا الله. هيوجف الماشي اروح يرح. كل ما حد يدعاني والله لسير وبأدب اللي ما يجوز له هو انه معرض مال حريب. بسير معرض مال حريب، معرض مال أسلحة، معرض مال طحنة الزمان، مال طياير، مال كورة، كل مكان اسير. اي شيء ينفع البشريه بسير. مش غلط ولا بعيب ولا بمنقود. واللي بويه في كبده بويه قيح برا يظهر على عمره. والله ما ابن الشاد مدامي مرضي الله مرضي مرضي بلادي مرضي هلي ما علي باس. ليش المشكله يعني؟ من يقول انه عيب ولا شياته؟ لا والله بسير. يوم سرت سرت على سنع ولا على الدل وعلى عدال وساير الحمد لله. صورت تصوير سنع وصورت الشيء اللي مفروض انه يظهر. اسب البنيات يبن دعم ويبن الناس تعرف شو عارضات. كيف الناس بيعرفون شو المعروف في المعرض هذا؟ اظهرنا الحين يصير وطلع معرضهم فنان وممتاز ويسد لنا العارضات كلهم واطنات من خياط ومن اكل ومن اكسساريز اكسساريز اكسسوارات هال الذهب الكذيبة وكل شيء يعني. لا والله بسير بخبر الشيء زين بقول زين وبخبر. كل إنسان كل بوث منهن هايين له أسعار معينة، شيء غالي وشيء رخيص، شيء كل إنسان على حسب ميزانيته. ها معرض يجمع جميع الأشياء وكل في تحت سقف واحد في مكان معين وأسعار معينة، يعني شيء زين ينفع العرب كلها، الناس كلها تستانس وتستفيد. ليش أنا غدي غير نمونة عوي أسير عكس التيار؟ لا والله بشارك أبوي المجتمع في الأفراح والأحزان والسيرات واليايات والسفرات في كل أمر إذا الله راد. وهذا اللي مطرش إنه منقود ومنقود من اليوم لين تاريخ 15/4 13 معرض كم؟ 13 معرض وكلهن نسائيات من الحين إلى 15/4 13 معرض وكلهن نسائيات وكلهن في الدار من أجود المعروضات. ولو ما بشيء فعال ما قالوا لي تعال، ما يباله كلام ولا يباله سر ولا تعال. يقولوا لي تسوي شيء، إذا تسوي شيء يظهر الفراقات اللي هني يظهر الشيء بالأبيض الفوق مصبوق براي يظهر الصغر خلني تحت أبيض غادي ما يتشاهد. لا حول ولا قوة. صبر جميل بالله المستعان. أبعد ما يندس. وبشيركم بعد شيء زيارة للرياض. للرياض عاصمة المملكة الحبيبة. شيء زيارة فنانة مميزة وشيء فنان كبير على مستوى المملكة ودولة الإمارات. نعم بسير برسم الخدمة بدعوة رسمية. تاريخ كم؟ 15/3. تاريخ 15/3 بعد أسبوعين. بتقولون ما قلت لكم. ودروا عنكم موضوع العنصرية. هذا المعرض للحريم، معرض الحريم منو بيجي يغطي؟ منو بيجي؟ وإن صارت فلان ولا علان زين ولا حد من الناس يبون المتابعين اللي عندي أنا، فلذاك زقروني أنا حق سيرة غطي.
لا بعيب ولا بمنقول ولا بمنكر ولا بيور ولا بشيء بدعه انا بعد عن الشيء هذا. مستوى الدنيا المعلن رجل والمعلن مرأة والمعلن شيخ والمعلن عشيري المعلن مطوع المعلن سيك المعلن سردار المعلن بانيان كل يعلن وكل بسوقه وانا بسوقي. البنيات اللي عارضات سلعهن هايل هايل ابوي بنات من مجتمعنا من دولة الامارات من بلادنا الحبيبة بندعم. اقول لا لا والله بدق صدري وبنقز على كراع قيض ولا شتاء ليل ولا نهار واذا دعيتم فاستجيب. لا والله سير بسير ونص واللي ما بيعز له شو بقولكم عاد. البنيات على الاقل على الاقل هي اللي في صار البنيات على الاقل هالي لي زقراتني عشان اغطي لهن معارضهن هي كان في ابو ظبي ولا العين ولا دبي ولا الشارجه ولا الفجيرة اي اماره ليزقرني اغطي لهن معارضهن. على الاقل فعالات في المجتمع فيهن هبه ريح يشتغلن يشاركن بدل ما انت يا تتنقم شرق لفي مين ليمين يمين اي مكان وقف اي باركن يسار هني زين بدل ما انت جالس يسار وقف باركن وقف في حجك يا الله وين بتصير سرت واحترت اقولكم حتى نسيت والله وين وصلت. زين بدل ما انت جالس تتنقم لفلان وعلان سر بوين تتحرك تلحلح حرج عمرك سوي لك شيء بيع اشتر كد على هلك كد استو عضو فعال بالمجتمع. ما انت جالس اللي هذا زيد وهذا عبيد وسون وفعلن وتركن وان هذا ساير رجال ولا ساير شيبه ولا ساير ولد انت كجا مرحبا انت بلاك ما تصير بلاك ما تسوي عمرك مهره. هالانتقادات ترى تدرون من ولي ينتقد ترى اخس الناس نقاده وصف هذا وصف عند هالاول اخس الناس نقاده. الانسان السوي يدعي بالهدايه يدعي إن شاء الله إن إذا شفت إنسان عايل يقول إيه على الله يهدي ما بسير الزاغد وياه ولا بعايل. حد من العرب بعد خبايل ما زينك شارع خليفة يا معيت وامطرت يا معيت وامطرت في شارع خليفة يا ما زيرنا في هالشارع يا ما زيرنا ويا الله وقت وقت أقولكم يا محل مال كنافة طلب صحنية هنا هذا صمصمت عليه وصحن ابراهيم هذا تممنا زين وصحن محسن الحين بيخلصه وصحن هذا بيخلصه. لكن ابراهيم الحين يقول انه ابراهيم ما بتخلص صحن صح؟ اقدر انزين فاكيد معروف من اللي بيخلص صحن ابراهيم صح؟ لا جبل انت حمال الاسيه لا 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 خلاص لا ما يحصل دوم هذا ما يحصل دوم لازم يلا خلص خلص. ابو ابراهيم ليش ابو ابراهيم ما كملت صحنك؟ ما اقدر ها؟ ما اقدر ليه تصدق والله؟ مميز والله. لكن ليش ما تبي تكملها؟ شو السبب؟ حبيت ما تحب تكمل الكنافه؟ ايوه يعني حجمها كبير يعني؟ حمد مسحها بليز كمل كمل يلا 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 بنمشي لا ما بتموت يلا والله يا ابو يلا لا 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 كله ولا نعمت الله يلا. ما خليه ما عليك تمن خلاص ازيد ما طلبنا له ها شو لا نحن ما سمعنا حكيت مات من الكنافه يموتون من اي شيء الا الكنافه خلص خلص يلا توزعها ما شايف مشكله حرام انك تودع من عند الله نو ما يقدر بعد مريض ما يقدر عند القلب انا عندي المعده كيف حالك؟ ما شاء الله الاثنين عندنا ولا عند اللي وياك على الخط؟ اذنيك عندنا لو عندهم؟ لا لا عندهم هالشيء ما فيك حيله منو منهم؟ لا الوحشي يقرا يقرا على العرب؟ يقرا على زين يقرا على العرب يعني عن شو؟ في مسجن ولا في؟ لا لا ما يقرا ولا سوي
ولا تسوي طبوب انت؟ لا صدق والله يسوي طبوب؟ ابوي ترى يسوي طبوب هالريال في ذمه هذا. ها صدق والله؟ احلف ما تقرا على الناس؟ ابوي هذا عندنا ربيعنا كافختنا ارضيه كافختنا ارضيه الحين كان فيك تقرا تقرا بنشوف تظهر لي النية اللي فيه لو لا اخلص اخلص يا ريان اخلص ورانا درب ورانا درب عق انت بيا الطوي عق وما يحصل دوم ما يحصل دوم ما يحصل دوم ولا البطرة هذه البطرة الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم هاك الوقت ايه اشوف الله عليك هذا بطل الامارات ودر عنك انت بطل الامارات لو غير قص انت قص من هالطيب اللي عندك بطل الامارات الرياض الحوادث زين ما عليه قص انت من هالطيب هاي اللي عندك انت تتمايط بعد هاي غير نمونه ارفع عاده يلا يا محسن خلص خلص ورانا درب بس باجي اخلق ما ها تسوي عمرك ولا شيء برد اطعمك يا مره ثانيه ما شايف ما شايف فكاك ابوي لا حجك طالبك والله وراها سيده ها فك الله سعيد من عمه يلس يلس في ذاكرة سنابي عندي سناب كان مت تقريبا أكثر عن ساعتين ساعتين ونص حاولت أطلع من السناب وأصور الوقت وقت سرت المناسبة هاي ورمى السنة وكانت سوالف وايدة لكن سبحان الله ما الله كتب إني أروم أحصل على السناب هذا السناب هذا مستوي العام بس الحين دورت لقيت يمكن السناب مت يمكن عشر ثواني كنت في زيارة حياة المرحوم أبو حميد عبد الله المسعود في بيته متغدي عندهم عقب صرنا عرس وياهم ضربة عرس ولد محمد بن عمير بن يوسف حضرنا العرس وسولفنا وحضرنا العيال وكان عرس مميز الله يبارك لهم إن شاء الله يرزقهم ذرية الصالحة فتميت أدور هالمقطع والله ما لقيته أو ما عرفتنا كيف نظهره يعني من العام فمش موجود الحمد لله رب العالمين بعد طول عناء وجهد بالمهندس أبو إبراهيم منهل هذا الحبيب ها رام يظهر مدة دقيقة ظني ما أدري كيف أظهرها المهم حطيناها في الانستغرام وحين ناوي أحط لكم الفترة اللي كنت وياه مدة دقيقة ظني على السناب الحين بحط لكم إياها حجر شو اسمه ابو حميد هذه كوباز 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 سووا من اختم كود نفس سوريسكي وهذه 350 كيلو وزن ما شاء الله جاتنا هديه بس كيف قصينا شو داخل شوفوا من برا تقول حجر ناصح وين نعيد ولا برازيل عنبر زرق شيء نادر في العالم من سمك يطلعونه عنبر الحوت بالحوت أم العنبر يسمونها سبحان الله يعني تحمل شيء كمية أقل شيء بالعالم أقل مادة يستخدمون كدواء ويستخدمون كعنبر دواء نادر حاليا والبوم هذا أبو حميد هذا من جلالة السلطان الله يطول بعمره نعمان هدية هاي السفينة اللي شبوها العمانيين وانحروا فيها إلى الصين ما شاء الله
يعني هذا السايز أصبع يعني هتكون عمرها 16 سنة باللولو 16 سنة أكبر وقت يعني دانة حصل دانة يغتني يعني هذا بدايته يعني تبدأ من زيرو من تحت تظهر من الأرض لأن هناك استوي كبار هذه نوع ثاني زني ما يسوي يعني نادر هذا ديب ووتر هذا اللي هناك هذا ديب ووتر ديب ووتر من وين من وين من الإمارات الشمالية شيء شيء في الإمارات حصلوا ما ليه يعني كم يعني عمار والله سنين مشغل 10 سنين قديمة يعني كم سنة أنت عند بحميد؟ من 70 من سنة 70 71 أنا موجود يوم أنت كم عمرك؟ 14 سبحان الله من هاك الوقت لين اليوم؟ لا هذا الحين ما هي روبا كان لا إله إلا الله أرباب نمبر وين؟ بعد وين بتلقى طخير أنا؟ نمبر وين فوق سبحان الله جزاك الله خير وحميد وين الصورة هاي ملتقطة؟ ايوه اسم اليخت هزاع يزاع يزاع وين موجود الحين ما بعرف امر من الشيخ زايد الله يعافيك ان نعمل له بوف عملنا بالشارجه 60 رحمك الله يا ابو حميد مرحبا. والله والربع اللي ما تمل يعل الله يفرحك لا اليوم الله يبارك ما شاء الله عليك انبسطنا وياك كان غدا اكثر عن رائع زياره شو اقول لك ما عاد شيء وانت شيء الحمد لله يعل الله يحفظك يا ابو حميد الله يعلكم في دعاه الله يلا مع السلامه شباب